السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندي في بيت الصحراوي. من بعد واحد الغياب 4 شهور ونص ما طلعت حتى فيديو، ما كتبش ربي، كانت عندي واحد الظروف الله غالب. واليوم جيتكم بواحد الفيديو، ها هو الرقاق، باغا ندير لاصوص تاع الرقاق. والمره الجايه ان شاء الله الا كتب ربي ندير لكم العجينه تاع الرقاق. ومرحبا بكم، يلا نبدأ بسم الله. بالنسبه للمكونات نحتاج واحد اللحم، الا ما كانش اللحم دجاج عادي، واحد الحبه زروديه كبيره، حبه لفت الجوز، هذا لفت حبه غير صغيره، وحبه بطاطا، وانا مربيه حبه طوماطيش كبيره، وحبه بصل، والحمص انا ديجا مطيباته هنا. ثاني هو نحتاجه نبدا ندير شويه زيت، يعني درت واحد شويه زيت نخليه يسخن. ندير حبه بصل، نخلي البصل مع اللحم، بعد ما تقلى شويه اللحم مع البصل ندير الفلفل احمر نقلي ثاني هو، مسكين جبير، كركم، ندير طوماطيش حب، ندير طوماطيش على البطاطا حتى هي تقلى، بعد ما تقلى ندير اللفت، البطاطا والزرودية، خليهم يتقلو كاع مع بعضهم واحد الشوي، ندير واحد الفلفل أسود، واحد شوية فلفل أسود. واللي عنده القرفه يدير واحد العود قرفه، انا ما عنديش القرفه، انا مضريه ندير لها القرفه. خليه يتقلى واحد شويه ونعاود نمرق الحمص، ما نديرهش باسكو راه طايب، ندير حتى من التالي. ها هي من بعد ما تقلات كامل، بلا ما ننسى، راني نسيت الملح، انا ديما ننساه لو كان ديره. ها هو شويه ملح، دوك المراق، نغطي عليها ونخليها تطيب. ندير الحمص، ترابس حرور الحار، ونيد زيت شويه، واحد الطوماطيش تاع الباطا، وشويه راس الحانوت، نخليها واحد 7 دقائق ولا ينطفي. وجدت المرقه تاع الرقاق، ها هو الرقاق. ديجا انا كنت دايرته في المجمد، واني جبته من قبل بنهار، كاش نهارات ندير لكم فيديو عليه. دوك انا باغا نقطعه ونديره في الفرن،
باش انا من بغي نحطه نحطه دافي ما نحطهش بارد. خليه يفور. ها هي المرقه وجدت، نطفي عليها. ايوا نوريه لكم في طبق التقديم. بعد ما وجد الطاجين تاع الرقاق ها هو، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، وان شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد. بلا ما تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.